ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فطيرتين بالجلاش بطريقه سهله قوي وبسيطه جدا. تعالوا بقى يا بنات اقول لكم انا استخدمت ايه. عايزه لفه جلاش اي نوع انتوا بتستخدموه، عايزه بسطرمه، عايزه فراخ شاورما، عايزه فلفل، عايزه زيتون، عايزه جبنه موزاريلا، عايزه زبده، مش متاح زبده يبقى زيت. الحشوات براحتكم، ممكن تعملوا ميكس جبن مع بعض، ممكن تعملوا بسطرمه بالبيض حشوه فيها، ممكن تعملوا لحمه مفرومه، يعني الحشوات بقى براحتكم زي ما انتوا عايزين. هبتدي دلوقتي افرد اول طبقة. لو عايزين تعملوا الفطيرة ديت من طبقة واحدة يبقوا هما بس ورقتين جلاش هما اللي هتشتغلوا بيهم. عايزينها تخينة شوية ومورقة يبقى هنعمل 4 ورقات. تمام كده، بصوا هبتدي الزق بالزبدة. بصوا ورقتين كده على بعض اهمت من النص ومن الاطراف كده علشان ابتدي الزق الورقتين التانيين فوقيهم. انا هعمل كده وهعمل كده، يعني هعمل 2 بـ4 طبقات وهعمل 2 بطبقتين بس. في كل طبقة ما بين كل طبقة وطبقة لازم ادهن زبدة علشان يلزقوا مع بعض، وفي التسوية كمان الزبدة دي تحمرها او الزيت. هبتدي بقى احط الحشوة كده في النص اهو، وهحط عليها الزيتون والفلفل الحراق. عايزين تزودوا بقى خضار، فلفل الوان، عايزين تحطوا بصل كده متقطع شرايح، يعني بصوا براحتكم. الحشوات دي بقى في ايديكم وبراحتكم. عايزين تعملوها حشوات حلوة، شوكولاتة، مربى، وبرده تسووها كده على الطاسة او الجريلا اللي عندكم، برده بتنفع وهتبقى زي الفل وطعمها جميل جدا. انا حطيت الجبنه الموزاريلا. هبتدي اقفل الطبقات، بمسك من الحرف كده ادهن زبده من هنا وادهن زبده من هنا وادهن الزبده من فوق ومن تحت واقفل الطبقات كده على بعض. المهم الشكل النهائي عندي ان هو يطلع مربع. بصوا كل حاجه بقفلها بقفل بزبده علشان تقفل معايا كويس وتلزق كويس، وفي التسويه الطبقات دي تبقى مستويه وحلوه معايا. بصوا اهو ده شكلها النهائي. هعمل معاك واحدة بقى بالبسطرمة واسيبكوا اكمل انا الباقي وارجع اوريكوا بعد ما خلصتهم. بصوا هشتغل برضو نفس الترتيب اللي انا اشتغلته في حشوة الفريخ. هحط الطبقتين الزقهم على بعض وهعيد كل اللي انا عملته دوت في نفس الطبقة دي. بصوا سهلة وبسيطة ازاي، هتتعمل على غدا على طول، هتتعمل على عشاء، بسيطة وسهلة ما فيهاش اي حاجة صعبة. بصوا انا حطيت هنا طبقتين جبنة موزاريلا لان ديت هعملها من غير زيتون. بصوا وهحط جبنة موزاريلا تاني علشان انا عايزة فيها المطة تبقى حلوة قوي وكتيرة. وهبتدي برضو كأقفل بنفس الطريقة اللي انا قفلت بيها في الفطيرة بتاعة الفريخ. بصوا طريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا وسهلة جدا وهتتعمل على طول، مش هتاخد منكو 10 دقايق في عمايلها، والتسوية سهلة جدا برضو بس اهي بالشكل دوت. نيجي بقى يا بنات لخطوة التسوية، ودي طبعا الخطوة الأهم في التسوية. أنا عندي الشواية اللي هي الجريل ديت، لو مش متاحة عندكم يبقى الطاسة العادية اشتغلوا بيها ما فيهاش أي مشكلة، وهي هتديكوا نفس نتيجة التسوية بالظبط. بس أنا عايزة اللي يعني الفطيرة يبقى فيها التقليمة ديت زي الكريب كده، بتبقى شكلها حلو قوي. ونتيجة الطاسة برضك هي ما فيش أي مشكلة، بس مش هيبقى فيها الخطوط ديت. هبتدي اسيبها بس لغايه ما الوش يتحمر واقلبها على الوش التاني. ادي الفطيره اهي استوت، الاتنين التانيين استووا خلاص وشلتهم في الطبق. قلت اوريكوا ديت التسويه عامله ازاي. بصوا الخطوط هي دي اللي انا كنت بقولكوا عليها اللي هي عايزاها في الفطيره. بصوا انا بصيت من تحت لقيتها لسه ما اتحمرتش، فمش هقلبها دلوقتي خالص، هسيبها تستوي براحتها. بصوا شكلها حلو ازاي، هي دي اهم حاجة. انا عايزة التقليمة ديت زي ما قلتلكو ما فيش، يبقى الطاسة هتدي نفس النتيجة وهتبقى زي الفل معاكم. بصوا شكلها حلو ازاي، واهم حاجة ان هي الزبدة كمان مطرياها. وادي فطاير الجلاش خلصت معانا اهي، وانا حطيت لها شوية بقدونس كده على ان هي تتذوق شوية.
بصوا شكلها حلو ازاي وجميلة جدا. هبتدي اقطع لكم واحدة، بس هي كانت سخنة نار فما كنتش قادرة امسكها بايدي. هجيب طبق واقطعها نصين واوريها لكم. بصوا حاولت ان انا اتمالك منها في الطبق نفسه مش عارفة، فجبت طبق تاني وهبتدي اقطعها فيه واوريها لكم من النص عاملة ازاي والطبقات شكلها عامل ازاي. حلوة جدا وطعمها فظيع، طعمها حلو جدا، جربوها هتعجبكم قوي، مش هتبطلوا تعملوها بس كانت في حلو او حادق. بصوا الطبقات حلوة جدا، هي نفس فكرة الجلاش بس هي على احلى شوية. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش اللايك والاشتراك من الزر الاحمر. بحبكم، باي باي.